أعمل كمندوب مبيعات ومدرب مبيعات منذ أكثر من 40 عاماً. كتبت 9 كتب عن البيع وألفت 18 كتاباً وألقيت أكثر من 3,100 محاضرة وندوة احترافية في أنحاء العالم. كان لي شرف العمل في مجالات عدة كالطب والرعاية الصحية، وعملت في التأمين والمصارف والتمويل، وعملت في التصنيع وفي البيع بالتجزئة ومع أشخاص في البيع المباشر والبيع متعدد المستويات، وعملت مع أشخاص يبيعون السيارات والعقارات أيضاً، وكل أنواع خدمات المعلومات أو الخدمات المهنية التي يمكنكم تخيلها. 3,100 جمهور مختلف، خطبت عدداً هائلاً من الأشخاص في عدد هائل من الأماكن في عدة بلدان حول العالم. أقول هذا لكم لأنني أريدكم أن تدركوا أنني أملك منظوراً واسعاً وعميقاً للغاية حول ماهية البيع وكيف يختلف من دولة إلى دولة ومن ثقافة إلى أخرى ومن مهنة إلى مهنة وحتى بين الأعمال التجارية المختلفة. لذا عندما أتحدث عن البيع فأنا أتحدث عن خبرة واسعة، وأتحدث أيضاً كطالب سابق في مجال البيع عن جميع الأشخاص الذين شاركوا كأصوات رئيسية في عالم التدريب على المبيعات في سنوات الأولى في 60ينيات و70ينيات و80ينيات من القرن الماضي. عندما بدأ نشاطي كخبير في المبيعات كنت أدرس جميع الناس المهمين والأشخاص الذين يعملون في مجال الاستشارات ومجال الحلول ومجال المعاملات أيضاً وحتى مجال الإبداع والمجال الاجتماعي وجميع أنواع المجالات التي ترتبط بهذا المفهوم وتقترب منه. ووجدت أن هناك مدرستان فكريتان. المدرسة الأولى تعني البيع التقليدي أو المقايضة، أي أنه لدي منتج ولديكم المال، حينها أنا سأتحدث معكم حول شراء منتجي أو خدمتي مقابل أن تعطوني نقودكم وكل شيء سيكون جيداً. هذه هي المقايضة. يمكننا القيام بهذا اليوم من خلال موقع ويب أو كابينة، يمكن للآلة إجراء هذا الأمر. وهناك نوع آخر من البيع اسمه البيع الاستشاري أو البيع القائم على الحلول، لكنني أفضل أن أسميه علاقة البيع. إن نظرتم إلى عبارة علاقة البيع، أيهما أكثر أهمية، العلاقة أم البيع؟ عندما سألت ذلك إلى الجمهور معظمهم قال إنه يتوقع منا أن نقول العلاقة، لذا سنقول ذلك، لكن ليس مهما، فكروا في الأمر. علاقة البيع، إن قمت ببناء علاقة مع شخص ما ولم تقم أبدا ببيع فعائداتك هي رقم مدور، إنه صفر، رقم قليل، أعلم هذا. حسنا، لا يساوي شيئاً لأنه مجرد علاقة فقط وتعني اتصالاً اجتماعياً مع شخص ما. أما إن قمتم بالبيع لكنكم لم تنشئوا علاقة أو صداقة وثيقة مع ذلك الشخص، صداقة تجارية، أي مجرد عملية بيع يمكنكم إجراؤه من خلال آلات بيع، ضعوا المال وأخرجوا المنتج، صحيح؟ إذن إن قمتم بالبيع دون بناء علاقات فإن الحديث الثاني مع نفس الشخص يصبح أكثر صعوبة من الأول، لأنكم لم تأخذوا وقتاً لفهمهم وبناء ثقة معهم ولإظهار اهتمامكم بهم. علاقات البيع ليست أن تكونوا لطيفين مع الشخص إلى أن تبيعوا منتجاتكم. في الحقيقة يمكن القول إن البيع هو الاعتراف بأن الاتصال البشري يمكن أن يكون ثميناً، وإن تعاملتم معه ستكونون صداقة عمل، ويمكن أن تنمو صداقة العمل من اتصال بسيط إلى اتصال قوي إلى شراكة كاملة بمرور الوقت. عندما تبدأون باتصال بسيط فأنتم تعملون بطاقتكم في الغالب، عندما تصبح صداقة عمل فأنتم تشاركون الطاقة، عندما تحولوها إلى شراكة تكونون قد مزجتم وضاعفتم طاقة كل شخص منكم. ويمكننا القول إنه في علاقات البيع أن العلاقة هي شيء ثمين، وهي تستحق الحماية والعناية بها أو إدارتها ورعايتها بمرور الوقت، بحيث لا تحصلون على عملية بيع واحدة مع الشخص، بل تحصلون على جميع عمليات البيع التي قد يقوم بها هذا الشخص في مجالكم. لنفترض أنني سأقوم بعملية شراء سيارات، سأقوم بشراء عدة سيارات، ليس دفعة واحدة لأنني لا أملك المال، لكن يمكنني شراء 2، وبعد سنوات قليلة قد أرغب في شراء المزيد،
وقد أرى سيارة قابلة للشراء أحبها وأجمع المال لأشتريها. وبالتالي إننا نتحدث عن شراء السيارات لسنوات طويلة وإمكانية شراء العديد والعديد من السيارات. إن ذهبت إلى معرض السيارات وخرج المندوب ليقابلني واستاء من طلبي لأخذ السيارة في جولة تجريبية، وبعدها مررنا بأسلوب البيع المعتاد في المدرسة القديمة، وأقصد هنا عرض طلب عرض طلب اعتراض طلب وما إلى ذلك. قد يقنعوني في النهاية بشراء سيارة واحدة، ولكن لن يحصلوا على شيء آخر. من ناحية أخرى، إن عملوني كصديقي عمل، إن أصبحوا مستشارين موثوقين للسيارات لدي وساعدوني في شراء النوع الصحيح، إن اعتنوا بي جيداً وحاولوا حقاً أن يقدموا لي خدمة جيدة وأعطوني كل المعلومات التي أحتاجها بعد أن أمتلك السيارة لأستخدمها بشكل جيد، فسيكونون وكلاء السيارات أو مندوبي المبيعات المفضلين لدي، وسأود أن أذهب إليهم مراراً وتكراراً. سيكون البيع الأول صعباً ويتطلب طاقة كبيرة، لكن المبيعات اللاحقة ستتطلب طاقة أقل، وفي النهاية سيتواصلون معكم ليشتروا فقط. لهذا السبب أقول إن علاقات البيع أفضل بكثير من البيع بالطريقة التقليدية. البيع أمر مهم للغاية. سأروي قصة توضح السبب الذي يجعلني أقول ذلك. كان زميلي جو غريفيث متحدثاً محترفاً، وكان يعمل حينها في مجال التجارة، والتقينا ذات يوم في السنوات الأولى من عملي كمتحدث، وكان مسافراً حينها إلى منزله في تكساس، وكنا نتشارك القصص. قال لي إنه كان يروي قصة واحدة لجمهور المبيعات، يروي لهم قصة رجل في مصنع كان مندوب مبيعات للشركة التي تملك هذا المصنع. وقف خارج بوابة المصنع ذات يوم، وعندما خرج الناس رحب بهم وقال: معذرة، هل تعمل في المصنع؟ حقا؟ انظر، هذه صورة زوجتي وهؤلاء أطفالي وهذا هو بيتي. فقال له العامل في المصنع: لما تريدني أن أعرف عن زوجتك وأطفالك وبيتك أيضا؟ فقال: لأنني أبيع منتجكم، وإن صنعتم منتجا رديئا لن أبيعه، لذا سيبقى هؤلاء من دون طعام وشراب. وفي أحد المرات قال له أحد عمال المصنع: انتظر قليلا، هذه عائلتي وهذا كلبي، هذه سيارتي وهذا منزلي. فقال مندوب المبيعات: لما تخبرني بذلك؟ فقال: إن لم تحقق مبيعات بغض النظر عن مدى جودة منتجي فإن هؤلاء لن يأكلوا. نعمل كلانا معا في هذا المجال، ويجب علينا أن نقوم بالجزء الخاص بنا حتى تكتمل هذه المعادلة. عندما أنشأت برنامج التدريب على المبيعات لأول مرة، والذي أصبح في النهاية برنامجاً حول علاقات البيع، قمت بنشره كسلسلة فيديو منذ سنوات عديدة، وسميته البيع مع رابحين. ليس فقط البيع حتى تربح، بل البيع مع وجود رابحين. ماذا يعني البيع مع رابحين اثنين؟ هذا يعني أنه عندما أحضر منتجاً أو خدمة للعميل، يجب أن تكون جيدة وتعمل بشكل جيد بحيث يكون العميل سعيداً جداً لأنه اشتراها مني، لذا يجب أن أربح لأنني أحصل على السعر الكامل للمنتج، وليس تخفيض سعر منتجي وخفض عمولتي من أجل إتمام عملية البيع. هذا هو البيع الذي يقوم به الأشخاص اليائسون. يفتخر المحترفون الحقيقيون بسعرهم، حيث أنهم يفهمون ما يبرر هذا السعر المرتفع للمنتج، وهم لا يرون السعر كنقطة انطلاق للتفاوض، بل يرون أنه المبلغ الذي يجب عليكم دفعه للحصول على هذا المنتج، ويتعلمون طرقاً ممتازة لإيصال تلك القيمة إلى الشخص الآخر. في تدريبي ستتعلمون كيف تصبحون ممتازين في كل جانب من جوانب البيع. ولعلمكم، هناك 32 مجموعة من المهارات في 8 مراحل رئيسية من دورة المبيعات. سنستعرض كل منها ونبين لكم طرقاً لتصبحوا أفضل وأفضل في كل مجال منهم وفي كل سنة من عملكم في مجال التجارة. هذا بيع من أجل رابحين.